بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلا شك أن برًا بقسمنا الدستوري واللي أقسمنا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب الكويتي على حماية مصالح الشعب وحماية الأموال العامة، وبلا شك أن هذا القسم قسم كبير جدًا، ولذلك يعني مارسنا الآلية الدستورية التدريجية في قضية الرقابة، منها الأسئلة، منها الرسائل، منها التحقيق فيما يتعلق في القضايا محل الاستجواب اللي إحنا إن شاء الله بنقدمه، ووصلنا إلى طريق مسدود بأمانة في التعامل مع هذه الوزارة ومع الأخ الوزير محمد الجبري فيما يتعلق بسواء الهيئة العامة للزراعة أو وزارة الإعلام أو هيئة الشباب والرياضة أو هيئة الرياضة بالدرجة الأولى. واللي مثل ما قال الأخ عادل، يعني ما حبينا الاستعجال وتقديم أي استجواب، وإنما التأني والمراجعة. واليوم بلقائنا أنا حضرت، مع أني أنا ماني عضو في لجنة الميزانيات، حضرت يمكن معظم الاجتماع اللي حصل مع ممثلين الهيئة، وتأكد لدينا التجاوزات والمخالفات الكبيرة جداً في هيئة الزراعة، وهذه قضية من قضايا مواجهة الفساد اللي احنا رفعناها كراية منذ بداية دخولنا المجلس، انه لا يمكن القبول اطلاقا بان يستمر الفساد بهذه الطريقة. اليوم المكتب الفني في لجنة الميزانيات، اخوانكم النواب، قدموا ما يثبت ان الحيازات التي اعطيت لبعض الناس ما تستغل في الامن الغذائي اللي هو المفروض هدف الهيئة، توفير الأمن الغذائي حق الكويت سواء كان نباتي ولا حيواني ولا خلافه، وإن معظم هالحيازات أغلبية ساحقة قاعد تستقل لأعمال تجارية واستثمارية ومخازن ومطاعم، ويعلم الله سبحانه وتعالى شنو الأشياء الثانية اللي قد تكون مخالفة للقانون. ولا ويعني على عينك يا تاجر، وبشكل الحقيقة مزعج في مخالفات صريحة قاعد تنحط على المواقع الإلكترونية إن للتأجير وما التأجير والاستقلال وكذا، سواء للتأجير أو حتى للأماكن الراحة والاستراحة وخلافة من هذه الأمور، ولا تقوم الهيئة بأي شيء ولا أي تصرف، لا تفتيش ولا رقابة ولا تأكد من توفر الأمن الغذائي اللي إحنا نعاني منه واللي قاعد نحاول نستورد من برا، مع أنه ممكن يصير عندنا اكتفاء وهاي تخدم ميزانية الدولة، وغيرها من المخالفات والتجاوزات اللي راح نسطرها في مادة الاستجواب، وهي راح تكون مادة دسمة فيما يتعلق بأن الوزير خالف الدستور وخالف القانون وتجاوز في الصلاحيات الممنوحة له، ولم يوفي بالوعود التي وعدها لمجلس الأمة وللشعب الكويتي في كثير من القضايا. وأنا أقول لكم، في لجنة تحقيق شكلت برئاسة الأخ راكان النصف في المجلس السابق، وانحطت مجموعة توصيات رئيسية ومهمة، معظمها لم ينفذ، معظمها لم يؤخذ فيه أي إجراء، وهذا تجاوز خطير. أما الإعلام وما يجري في الإعلام من مخالفات إدارية ومالية فما زالت مستمرة من أيام استجواب وزير الإعلام السابق، ما زالت قائمة. وعلى الرغم أن لجنة حماية المال العام كتبت تقرير وقالت أن هذه المخالفات قائمة وأن ديوان المحاسبة يؤكد عليها، إلى يومك ما زالت. الآن أهل الكويت يقولون أن يا جماعة، مثل ما الدولة قاعد تعطي تبرعات برا، وكذلك يعني الدولة والحكومة تقول إحنا ما نقدر نعطيكم لا زيادة رواتب ونبي نرفع أسعار الدعم ونبي ما ادري ايش والمسائل هذه كلها، ويقول وزير الماليه ان عندنا هدر. لو تشوفون المخالفات والتجاوزات سواء في هيئه الزراعه او في الاعلام وبعض الجهات الحكوميه، على وجه التحديد راح نبينها في الاستجواب، راح تشوفون ان هناك يعني تراجع وتراخي في الاستحقاق والحصول على المال العام اللي ممكن يعود حق ميزانية الدولة، وبالتالي نخفف من العجز الموجود. وهذا شنو سببه؟ سببه سوء إدارة بالغ في الحكومة وفي الوزراء وفي الناس اللي ماسكين هالمؤسسات هذه،
اللي مو قادرين يجيبون فلوس الكويت ولا فلوس الناس، وبالتالي إذا جت الفلوس وفرنا وظائف أفضل، خلينا ميزانية الدولة بشكل أفضل، ما احتجنا إن إحنا نروح حق المواطنين، خففنا عن الناس اللي عندهم قروض. بأمانة يعني وزارة الإعلام والهيئة العامة، الهيئة العامة للزراعة، هيئة الرياضة فيها مخالفات جسيمة، وراح تشوفونها إن شاء الله في الاستجواب في الأيام القليلة القادمة. شكرا لكم، وأنا طبعا تشرف أني أتقدم بالاستجواب مع الأخ رياض العساني ومع الأخ عادل الدمخي، وراح أستفيد إن شاء الله من تجربتهم ومن خبرتهم في هذا الخصوص. شكرا.